تمام. اول حاجه حضرتك عندك اتنين ويندوز اكس بي، ولكن مفيش ما بينهم وما بين بعض في نتورك، يبقى ساعتها هتعمل ايه؟ يبقى اروح على فايل اند سيتنج ترانسفير ويزارد، ممكن ان احنا نربطهم مع بعض من خلال مين؟ اللي هو طبعا مش هيفرق معايا هبدأ بمين، نربطهم من خلال اللي احنا بنسميه النال مودم، النال كيبل او السيريال كيبل اللي موجود عندي، او اللي احنا بنسميه اللي هو الكوم بورت، الكوم كيبل، اي حاجه اللي هي بتشتغل سيريال او كوم بورت اللي هو الدايركت كيبل. فده لو انت ما عندكش حضرتك نتورك. طب الحل الغلس الاكتر، تمام، يبقى الكيس الاول، الكيس الثانيه ان انا ساعتها هستعمل الدايركت كيبل دي عشان انا ما عنديش نتورك موجوده عندنا. ما عندكش ده، وعندك كمان مش بس كده، ما عندكش ده، وعندك هنا ويندوز 2000، وعندك هنا ويندوز اكس بي. عايز اخد السيتنج اللي موجوده في ويندوز 2000 واحطها على السيتنج اللي موجوده في ويندوز اكس بي. افتح هنا كده في ويندوز 2000 وبص، تمام، في اكسسوارز سيستم تولز مش هلاقي فيها الخاصيه دي، لان الخاصيه دي ما ظهرتش غير مع مين؟ مع ويندوز اكس بي اللي موجوده عندي. ايه الحل؟ الحل اللي موجود عندي هنا، تمام، ان انا هروح على الجهاز الجديد. انا بدأت من القديم الاول، هروح على الجهاز الجديد وهمشي في الخطوات بتاعته. هقول له على فكرة ده انا الجديد، نكست. هيقول لي تحب اعمل لك الويزرد اللي موجودة دي اديها لك على ديسك عشان تروح هنا على الويندوز 2000 تعمل عليها دبل كليك، تمام، وساعتها ايه اللي يحصل؟ تظهر لك نفس الشاشة دي هناك عشان تقدر تاخد بيها السيتنج اللي موجودة عندك. طيب لو انا قلت له، لو افترضنا ان هو عمل الديسك خلاص، لما يقول له I have already a wizard disk، شوف ايه الحاجات اللي هيقولها لنا. Next. يلا بقى حبيبي، روح على الكمبيوتر القديم وحط فيه الديسك اللي موجود عندك ده، وروح على Start وبعد كده دوس Run وشغل الملف اللي هيظهر لك في الديسك ده. ساعتها هتظهر لك نفس الويزرد دي. احنا ما بنستعملش الديسك، تمام، غير لو كان عندي اولد اوبريتنج سيستم موجود عندنا. طيب انا شايف اختيار تاني هنا، تمام، I will use wizard from windows xvcd. يعني انا ممكن ما اعملش ده، هو اسطوانة الويندوز فيها حاجة زي كده. اه، لو شغلنا الاسطوانة بتاعت الويندوز اكس بي اللي موجودة عندي وعملت عليها دبل كليك واخترت من هنا install perform additional tasks، هلاحظ عندي هنا حاجة اسمها ايه؟ transfer files and setting. هقف عليها، شغلت لي نفس الملف. استفدت من الموضوع ده ايه؟ استفدت من الموضوع ده هوت ان انا في انظمة التشغيل القديمة ويندوز 95 ويندوز 98 ويندوز اكس بي ما كانش فيها مين؟ اللي هو الخاصية دي. فيا اما تجيب لها السي دي بتاع ويندوز اكس بي وتعمل لها زي ما احنا قلنا كده، هو بيرفورم اديشنال تاسكس واخدنا فايل اند سيلكت ترانسفير ويزارد. هيجي واحد يقول لك طب ما هو ده جهاز قديم ما فيهوش سي دي، يبقى خلاص، يبقى هنروح على الجهاز الجديد وننشئ منه ديسك. الديسك ده نعمله ران فين؟ نعمله ران هنا ونشتغل بيه. هو ده يا جماعه بكل بساطه، تمام، اللي هو الفايل اند سيتنج ترانسفير ويزارد. انا كواقع عملي دايما ببدا بالجهاز القديم وباخد منه السيتنج بتاعته، احطها على السيرفر، احطها على فلاشة، احطها على سي دي، ده في ايدك انت، وبعد كده هو احطها في الجهاز الجديد. احنا كده تقريبا عرفنا الطرق كلها، ولكن يعني هو ايه، هي دي الحاله الاكثر واقعيه اللي موجوده عندي. كل ده كان بالجرافيك يوزر انترفيس، يعني واجهه كده وحضرتك زي الفل عمال تعمل نكست 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 نكست. طب ايه لو انا ما عنديش حاجه زي كده؟ لو انا ما عنديش بقى، عايز اشتغل بكوماند. احنا كنتورك ادمنستريتور هتلاقي معانا سكريبتات كتيره وكوماندز كتير نشتغل بيها. خلينا نشوف الكلام اللي بيقوله الكتاب هنا ايه بقى في الموضوع ده، او سلايدز، ونرجع نشوف الايه الموضوع اللي انا فتحته ده. طبعا اللي هو هنا ده المخطط اللي احنا هنمشي بيه.
شفنا السيتنج اللي هي بتعملها ترانسفير، والفولدر اللي بتعملها ترانسفير، والفايل تايبس اللي بتعملها ترانسفير باي ديفولت، وعرفنا ازاي ان احنا نضيف زي ما ضفنا الفولدر بتاع اليو اس ام تي، او ضفنا امتدادات ملفات تانية موجودة عندي. هنا بيديني الخطوات. هنا الناس اللي هتقرا الكتاب خلي بالكم، بس هو ايه يعني، ما اعرفش هو يعني اختار الالفاظ دي ليه. هو هنا اختار الديستنيشن كمبيوتر، واختار هنا مين السورس كمبيوتر. فالديستنيشن كمبيوتر ده اللي احنا بنسميه النيو، وده اللي احنا بنطلق عليه اسم مين الاولد اللي موجود عندي، الا وهو السورس كمبيوتر اللي موجود عندنا. فبيقول لي روح على الكمبيوتر الجديد وهات منه فاست ويزر ديسك واعمل لي الديسك. طبعا انا مش محتاج ان انا اعمل الديسك، فمعظم الاجهزه الجديده دلوقتي واللابتوبس كلها ما فيهاش فلوبي ديسك درايف. تمام. بعد كده هو هتروح على الكمبيوتر، خد الديسك ده وروح بيه على الكمبيوتر القديم. تمام. واعمل دبل كليك عليه عشان تاخد منه السيتنج، وحطها على ريموفبل ميديا على فلوبي او على سي دي. تمام. او حطها على نتورك شير على زي ما انا عملتها على السيرفر. بعد كده هو في الديستنيشن، احنا قلنا الديستنيشن اللي هو النيو اللي موجود عندي. تمام. احنا كنا وقفنا هنا وعملنا الديسك، ما قفلناش الشاشه بتاعته. تمام. هقول له ايه نكست واكمل عمليه الايه الريستور لليوزر سيتنج. الكلام ده كله حلو قوي. تمام. وزي ما قلنا ان هو اللي احنا بنسميه جي يو اي، الا وهو جرافيك يوزر انترفيس اللي موجود عندي، ولكن عايزين نستعمل الكوماندز اللي موجوده عندنا. مهما اقول ان هي صعبه او سهله، تافهة جدا وما تتخضوش من الكلام اللي هو بيقوله ده كله. لو رجعنا هنا هنلاقي ان احنا هنستعمل اتنين كوماندز موجودة عندي، سكان ستيت ولود ستيت. من خلال سكان ستيت ده يا جماعة هيعمل ايه؟ هياخد الكونفجريشن، ولا يدي كونفجريشن؟ يبقى ده هياخد الكونفجريشن اللي موجودة في الويندوز ويحولها لي لايه؟ الفايل، صح؟ هيعمل سكان. طب اللود ستيت هياخد الفايل ويحوله لمين؟ لكونفجريشن. حد فاهم حاجة؟ متهيألي محدش فاهم حاجة. السكان ستيت هنعمله ران فين؟ في الاولد ولا في النيو؟ سانتوم في الاولد، شايفكم مش مذاكرين. طب اللود ستيت هنعمله فين؟ هنعمله في النيو اللي موجود عندنا، يبقى على الاولد على الكمبيوتر القديم بتاعي. هروح اعمل سكان ستيت بحيث ان انا اخد السيتنج بتاعته واخزنها في فايل، وفي الكمبيوتر الجديد هروح اعمل له لود ستيت واقول له الملف ده فين. نفس اللي احنا عملناه بالظبط. تمام. هنعمله هنا هولت، يلا بينا. بس هنعمله ايه بايدينا. انا اخد دول كده، عندي ده اللي هو الجهاز القديم فانكوفر. تمام. عايز اخد السيتنج اللي موجودة فيه. خليني ان انا هروح على ستارت واختار منها ران واكتب سي ام دي، او اختار من هنا كوماند برومبت على طول. هنكتب مثلا هنا هوت لود ستيت وسكان ستيت. لحظة، هو الملفات دي متخزنة فين؟ لا، الملفات دي مش موجودة في الويندوز. حضرتك لازم تنزلها من الاسطوانة بتاعت الويندوز اكس بي. انت شفتها موجودة عندي هنا. تمام. لان ده اللاب بتحضر على كده. لا، انت دلوقتي ما عندكش، رحت على جهاز ما عندكش فيه اليو اس ام تي، تعمل ايه؟ ساعتها هنخش على السيديهية بتاعت الويندوز اكس بي، هعمل عليها دبل كليك واختار من هنا perform additional tests، واختار من هنا